بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميشرة يهدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة الأسطور واهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميشر ضع في عينيه خمرة استظهار للعلامة الخوفية فأعجبه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميشر لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة عليا وملكان على رأسه الشريف من وهاج الشمس قد أظله وأخبرها ميشرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة رجحها ونمه فبانا لخديجة بما رأيت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلا البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتصم من الإيمان به في برية فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورهبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية فقال هو والله له نبع عظيم يحمد فيه مشهورا فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل أمها وكيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أدر اللهم قبره الكريم بعرف سليم صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.